السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة شباب فيديو على نفس نمط الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات كان ازاي تزود سبسكرايبرز وازاي تزود مشاهدات لقناتك، اما الفيديو ده ازاي تزود سبسكرايبرز ومشاهدات ولايكات على الفيسبوك على اليوتيوب على الانستجرام على كل حاجة، حتى على الروابط المختصرة ازاي تزود النقرات عندك. خليكم معانا، اهلا بكم مرة تانية يا شباب في فيديو في درسنا النهاردة. موقعنا النهاردة هو ديم فانس، في ناس كتير عارفاه طبعا، بس الدرس ده اللي ما عرفوش ديم فانس. اول حاجة طريقة الشغل فيه، انك عندك كذا حاجة زي دي الروابط المختصرة، دي الفيسبوك هتدوس عليها فيها كذا حاجة، تعمل شير، تعمل ايفنت، تعمل لايك لصفحة، لايك لصورة، والانستجرام نفس الكلام، وفي كمان ساوند كلاود، في ترافيك اكستشينج اللي هي لو عندك صفحة على بلوجر وعايز تجيب عليها زوار، في حاجات كتير، في تويتر ويوتيوب. طيب احنا دلوقتي عايزين نجمع نقط، اهي النقط، انا عندي 61 نقطة، دي الحاجات العمليات اللي انا عملتها، 56 عملية، دي العمليات النهاردة. انا ما عملتش حاجة، ما اشتغلتش في الموقع النهاردة وكنتش فاضي الصراحة. طيب عشان نبدأ بقى نجيب نقط، نجيبها ازاي؟ هندوس على اي حاجة من دول، وليكن مثلا اختصار روابط. اختصار روابط هي بتديك اكتر نقط، تديك على الواحدة 10 نقط. نبدأ اختصار روابط. عندنا في كذا موقع كده ما بحبش اختصر روابطهم عشان بيبقوا معقدين وعليهم اعلانات كتير، فمنهم مثلا موقع يوز ده، فنختصر مثلا بتاعت اد فلاي دي، تظهر لك صفحة زي كده هيحولك على طول على الرابط المختصر. نستنى لحد ما يفتح، هيقول لك الرجاء الانتظار، وبعدها يعد 5 ثواني، 2 1. ندوس تخط الاعلان ونخرج الصفحة، ما خرجتش، نخرج منها، هيقول لك لقد خدت ال10 كوين بتوعك، انت عديت الرابط بجد وخدت ال10 كوين. طيب دي اختصار رابط. عندنا الفيسبوك، هنعمل مثلا فيسبوك لايك لصفحة، هندوس مثلا لايك للصفحة دي هيحولنا على الفيسبوك، نستنى برضو لحد ما يحولنا على الصفحة، ويفتح الصفحة، ندوس لايك للصفحة، بعدها نخرج، يقول لك خدت ال5 كوين بتاعتك، انت فعلا عملت لايك. طيب عندنا ايه تاني غير اللايكات للفيسبوك؟ عندنا مثلا انستجرام، بس انا بحبش اخش على الانستجرام بتاعي. عندنا ترافيك اكستشينج، لو هو واحد عنده موقع زي ما قلت لكم، ندوس على فيزيت هيحمل معانا 24 ثانية 30 ثانية، على حسب كل ما كترت الثواني كل ما كتر الوقت بيديك نقط اكتر، على حسب يعني الراجل اللي نشر الموقع بتاعه. بعد ال10 ثواني ساعات على فكرة بيطلع لنا مواقع حلوة هنا للربح من الانترنت، يعني كلها ربح من الانترنت، يعني ده موقع اعلانات مثلا، ده موقع اعلانات للربح من الاعلانات. خلينا في موضوعنا، خلص العد، هنخرج من الصفحة، نعمل ريفريش، وخدنا النقط بتاعتنا، كانوا 54 بقوا 64. ندوس على فيزيت تاني، الموقع مش شغال، بس هناخد النقط بتاعتنا برضو. الموقع ده كويس، عليه كذا حد وعليه ترتيب في أليكسا عالي جدا، يعني ناس كتيرة جدا بتستخدمه. هوريكم دلوقتي القنوات اللي بيستخدموه أصلا. نعمل ريفرش، خدنا النقط بتاعتنا. طيب
نخش مثلا على يوتيوب، هنخش على سبسكرايب مثلا، في قنوات كتيرة مستخدماه، وشفت قنوات ربح من الانترنت برضو كانت بتستخدمه. هنخش مثلا على قناة الأستاذ ده، هيفتح لنا صفحة القناة بتاعته، ندوس سبسكرايب ونخرج، يقول لك خدت الخمسة كوم بتاعتك، تعمل سبسكرايب، ندوس على واحد تاني، ندوس سبسكرايب ونخرج. بص ده واخد 1225 من السبسكرايب بس. نخرج يوتيوب سي نوت سبسكرايب تو ذيس، يقول لك اليوتيوب قال انت ما عملت السبسكرايب، ممكن يكون الزرار علق ولا حاجة، مش مهم. المهم احنا عرفنا الطريقة دلوقتي. طيب هتقولوا لي انا عايز احط الصفحة بتاعتي، عايز احط الرابط المختصر بتاعي، عايز احط القناة بتاعتي، هندوس على اد بيج، هتختار انت عايز تعمل ايه. في حاجات كتيرة زي ما قلت لكم، في ده اختصار روابط، عايز لايكات للفيسبوك، عايز ايفنت، عايز لايكات لصورة معينة، عايز شير، عايز لايكات انستجرام، كله ده عندك. احنا مثلا هيهمنا اليوتيوب سبسكرايبرز، هنيجي هنا هيقول لك حط اليوتيوب يوزر نيم. اليوتيوب يوزر نيم هنا مش قصده انك اسم القناة، لا هو بيقول لك يوزر نيم ده هتحط الاي دي بتاع القناة. اي دي القناة هوريكم دلوقتي بنجيبه ازاي. هنروح كده على اليوتيوب، انا عامل طبعا حساب تجريبي، معرفش هو اللي انا فاتحه دلوقتي. ايوه هو ده، هندوس على يور شانل، هتيجي هنا شوية دول قبل علامة الاستفهام دي لحد بعد السلاش، ما تاخدش السلاش، لحد بعد السلاش هتروح دايس كنترول سي، هتاخده كوبي يعني، وبعدين هنروح هنا نحطها له هنا كنترول في. هنا بيقول لك عايز تدي الواحد اللي هيخش عندك هيعمل لك سبسكرايب، عايز تديله كام نقطة على كل واحد. هنقول له مثلا الناس كلها بتحط 5، احنا مثلا نحط 6 عشان قناتنا تظهر في الاول. هنا لو عايز تعدل كل واحد يعني عايز كام واحدة في اليوم، هنا لو عايز كام واحدة على طول مثلا نقول له عايزين 1000، عايزين 1000، وهنا عايزين 100 واحد في اليوم مثلا. بس احنا بنقفلها علشان هو بيعدلها على اساس اليوتيوب ما يكتشفش الموضوع ده. فهنخلصنا كل حاجة، هندوس على اد بيج، يقول لك الصفحة بتاعتك اتضافت. عايزين بقى نشوف الصفحة بتاعتنا جالها كام سبسكرايبر وكده، ندوس هنا هيقول لك دي كل المهام بتاعتك، احنا طبعا طلبنا سبسكرايب فندوس على سبسكرايبرز. دي اللي احنا لسه ضايفينها، دي القناة انا كنت ضايفها، ودي اللي احنا لسه ضايفينها. طبعا زيرو انا هقفلها طبعا، انا مش عايزها، دي القناة التجريبية، نعمل لها ديليت. لو عايز تقفل حاجة تعمل لها ديليت، دوس ايديت بعدين ديليت، كده الصفحة اتدلتت معانا. في حاجات تانية يعني للربح اكتر من الموقع، الافلييت بتاخد على كل واحد يسجل من خلالك دولار، والفلوس لما توصل 3 دولار تقدر تسحبهم على البيع. فين رابط الافلييت بتاعنا؟ رابط الافلييت بتاعنا اهو، بتاخده كوبي وتدي لاصحابك، تدي لاي حد. في كذا استراتيجية عشان انت عشان انت تجيب يعني ايميلات، تعمل ايميلات وتسجل فيها وهكذا. في حاجة تانية عشان تاخد كتير نقط كتير، ممكن تدوس كومبليت اوفر مثلا، نختار اول واحدة دي، بيقول لك هتنزل اللعبة دي وهتاخد عليها 156 نقطة.
واللعبة دي هتنزلها وتلعب فيها شوية وتاخد عليها 3750 نقطة، وهكذا في عروض كتيرة جدا. نرجع، انا عندي هنا 1 دولار لسه ما كملتش 3 دولار، وعندي 74. انا حاطط طبعا صفحة عشان يجي عليها زيارات، فالنقط بتاعتي بتزيد وتنقص، فانا بشتغل بزودها وهي تنقص تاني، فالموقع صادق طالما النقط بتنقص وفي ناس فعلا بتخش لك، يعني الموقع صادق. بس يا جماعة دي كانت كل حاجة عن الموقع بتاعنا النهاردة، يا ريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب علشان تشجعونا ان احنا ننزل اكتر من كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.